I have to slow down and do this. Alrighty, so yeah, Siti Imin. I'm gonna do this public because it caused a huge controversy. أنا أسفة بكلم عربي إنجليزي So, امبارح بالليل I noticed إن في بنوتة كتبالي أنا بدري عليكي في كل صلاتي. كنت خلاص بنام. لاحظتها إزاي؟ إحدى الصديقات عندي على الفيسبوك كانت بتعمل لها كومنت على إن هو يعني إيه بيردوا على بعض بقى. فطبعا انا لما قريت ان في حد بيدعي عليا في كل صلاته خدت بالي منها كويس ان الصديقه دي ردت عليها عشان اشوف هي عملت لي منشن في ايه لانه انا مش حابه ان حد يبقى كارهني قوي للطريقه دي ما يمكن انا اكون قصرت في حاجه خلال الست سنين دول انا مخي قاعد يضرب خماس في سداس انا عملت لها ايه عشان خاطر تدعي عليا في كل صلاتها ممكن يكون فيديو انا عملته قلت فيه كلام سيء او قلت فيه نصيحه سيئه تضرها او تضر جوزها او تضر ولادها فأنا متفاهمة جداً أن في ناس ممكن تكون اتضرت بسبب أفعال أنا عملتها سيئة أو كلام أنا قلته سيء أو يعني نصائح سيئة أو حالة نفسية سيئة أو أي نوع من أنواع الفتن والجدال اللي أنا ممكن أكون سببتهم خلال السنين من غير ما أقف وهدي وفرمل وأشوف الأفكس على الناس فالناس ليه عليها حق كبير فكلمة أو جملة أنا بدي عليك في كل صلاتي خلتني لا لازم أشوف مالها وراضيها أو أتأسف أو أعمل whatever it is عشان كده ما خدتهاش اوتوماتيكلي قبل كده كان ممكن اخدها ده في حد ده بيغيره ده بيحقده ده بيعمله انا ما عملتش حاجه طب خلاص خليهم كذا بس دلوقتي لا يعني دي مش شتيمه اصلا دي واحده بتدعي عليا في صلاتها فعايزه اصلح الموقف ده فالمهم النهارده الصبح طبعا يا جماعه انا ببقى لازم تفهموا ان انا مش بقدر اقرا كل التعليقات اللي موجوده دي جت صدفه بسبب اجين صديقه هي اللي عملت كومنت باك ردت عليها باك والجدال حصل بقى الناس اللي بتحب ماي هجمت والناس اللي مش بتحب ماي سبورتد والكلام ده كله فمن غير ما حد يحس قوي ان هو هي ليه حاسه بكده لان ده شعور واحده بتوصف شعورها ان هي يعني عايزه رحمه ربنا تروح مني وعاده ان احنا الوحيد اللي احنا رحمه ربنا رايحه منه هو الشيطان الرجيم هو رجيم رحمه رب محروم من رحمه الله سو الشيطان الرجيم عايز يعمل فينا كلنا كده ان هو ياخدنا معاه سكه حرمانه من رحمه ربنا واخد بالك فعشان كده ممكن نقعد الشر ننادي على حد الله يلعنك او انا بدي عليكي او الكلام ده كله لانه هو بيزق ان احنا نبقى في كراهيه كده بيننا وبين بعض ودي على جثتي انا مش هسمح ان يكون في بين في اتنين بحاربهم يا جماعه الشيطان واعوانه وفي الناس اللي هي بت يعني بايع الكتاب الكريم وبتتاجر مع الشيطان فدول انا بيتفرجوا علينا ومبسوطين فينا والشيطان بيتفرج علينا ومبسوطين فينا ان حصل فتنه دلوقتي بين المسلمين وحصل فتنه بين ولاد البلد ودول ولاد البلد بالنسبه لي اصدق ام لا تصدق ولاد بلدي بالنسبه لي اخواتي بأمرت إيه إن أنا دلوقتي أفرض أروح لأختي بس لازم أخد الوقت دلوقتي وهي هتتفاهم وش هتزعل مني عشان أرد على الست إيمان apparently قعدت أقرأ بقية الكومنتس لقيته إنه هي بتقول إن أنا قفلت لها القناة بتاعتها بعد ما هي تعبت فيها كتير ففهمت إيه اللي حصل دلوقتي ودي برضو مش ذنبها هي ولا هي ذنب الثقافة العامة خليني بقى ادي نصائح مهمة جدا للناس اللي بتشتغل على السوشيال ميديا أو على اليوتيوبز أو اللي عايزة تعمل أي نوع من أنواع الشغل او العمل او 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 في الميديا في مجال الميديا انا اختكم كبيره فاديني دي عشان انا اوجهك بالطريقه اللي هتبقى مفيده ليك هي لو عندها قناه على يوتيوب انا حللت ده اللي حصل لانه لو قناتها اتقفلت يبقى هي عملت بالنسبه لليوتيوب جريمه ان هي سرقت حقوق ملكيه حد تاني هي مش مدركه انها عملت سرقه هي مجرد احتمال كبير جدا تكون هي فيديو من اللي انا منزلاه هي نزلته حملته عندها عملت له داونلود ورفعته تاني عندها على اليوتيوب بتاعها بعنوان مختلف فهي تعتبر كده رفعت المحتوى بتاع ماي الخرسيتي فانا حاجتي متسيت اب اوتوماتيكلي العالم بتاع الميديا واليوتيوب والكلام ده كله زي الاغاني اللي عليها حقوق ملكيه متسيت اب ان اي ان اليوتيوب لما بيسمع ان فيه ماي الخرسيتي اتشغلت تاني من اي قناه تانية غير قناتي بيقفلها بيقفل الفيديو نفسه فبيديها سترايك او بيديها وورنينج ان انت كده سرقتي حقوق ملكيه حد تاني فهنضطر ان احنا نديكي يا وورنينج ان انت عملتي حاجه غلط مره عشان ما تعملهاش تاني لو اتقفلت معناها انها عملتها اكتر من مره هي مش قصدها اكيد مش قصدها ان هي تكون سرقت محتوى حد او خدت عمل حد او خدت شغل حد واكيد ما ركزتش انه مثلا محتوى ماي الخرسيتي انا مش مجرد مثلا بقرا لكم كتاب ده انا بحط محتوى عمري انا دفع دمي في الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم دفع بهدله ودفع خطف ودفع حاجات اثرت فيا كتير وهفضل اقولها
وهفضل اقول ان ما فيش تمن على الارض هيتحط على الموضوع ده، خاصة ان انا ما باخدش التمن مادي خالص، لانه اليوتيوب ما بيعملش فلوس في اللي هو 1000 فيو والحاجات دي، هو عادة بيبقى فوق الملايين والكلام ده كله. ده بيحصل من صفحات اخرى بتاخد المحتوى بتاعي وبتنزلها وبتبعت لنا انها بتنزلها وبتاخد فلوس من وراها والكلام ده كله، انا ما باخدش ولا حاجه. وريت لكم فيديو قبل كده ان على الفلوس اللي لو في فلوس بتطلع مثلا ممكن شهر $100، وعاده بتزكى يعني ببعته في حته تانية، واخد بالك؟ فانا مش طبع هنا طبع الربح المادي. وعلى الفيسبوك برضو ما فيش ربح مادي، الربح اجين اللي انا عايزاه ان احنا نتلم على بعض، احنا نبقى كويسين مع بعض، ان احنا نرجع لطريق احسن. ان انا زي ما استفدت منكم يمكن اكبر حاجه ربح خدته على الارض دلوقتي حب الناس، وان انا لما غفلت عن الطريق المستقيم وعملت حاجات تعتبر معاصي على الملأ وظهرت بشكل مش لابق وخليت الشيطان يشقني، ربنا خلى فيكم الناس اللي ترجعني تاني. فلو ده مش بالنسبه لكم رزق، ده بالنسبه لي اهم واكبر رزق في الدنيا يعني. فانا حابه الحسابات الدنيويه دي والحسابات الاخره، انا طموحه جدا اني اقعد في الجنه في بيت جنب الانبياء كمان، فطموحي عمال يعلى في كده. فلازم نركز في تفاصيل اللقطه اللي بنحشها. الفيسبوك والسوشيال ميديا بدلوا الشارع، بمعنى انه دلوقتي لو احنا ايام الصحابه مثلا، ايام الناس اللي هي عايزه تاخد حكمه من الشارع، الشارع بيعلمنا. لو في موقف زي كده حصل في الشارع، انا ماشيه واحده قالت لي مي انا بكرهك بدي عليكي من قلبي، فممكن الناس تتجمع، وده اللي حصل بالفعل. عشان كده حصلت حاله من الجدال على البوست دي وانا نشرها، الناس هتتجمع هتقولها ممكن حد يشتمها، ممكن حد يشتمني، ممكن حد يأيد، ممكن حد ما يأيدش، هيبقى في يعني ايه، هنتلم على الموضوع ده صح، لغايه ما احنا انا ممكن اخد بعضي وامشي والله الله يسامحك، او اشتمها باك، او ادي عليها باك، او اتريق، او سخريه، او زي ان القرار اللي انا واخداه دلوقتي لا انا هقف وهشوف مالها ايه اللي حصل. والله هي ما كانتش مدركه ان هي لما هتحط محتوى بتاع حد تاني هيحصل كده. هي ممكن تكون المحتوى ده جميل، يعني ممكن يكون بقى يا سيدي دي الحاجات الحلوه، خلينا ناخد المثال الحلو لان احنا لازم نظن حلو في الناس الاول، تمام؟ ممكن تكون المحتوى اللي مي قدمته محتوى جميل، ومي بتقول كلام حلو، ومي بتقول الخمره حرام ولازم نصلي ولازم نقرا القران الكريم. فانا من كتر ما انا بحب مي عملت داونلود على حاجتها ونزلتها عندي عشان اكون بايدها بس في نفس الكلام، وهي مش مدركه ان بالنسبه لليوتيوب ده هيعتبرها سرقه للمحتوى بتاعها، واخد بالك؟ فحسيت ان كده ما ظلمتني ان هي اللي قفلت لي حاجات لي، وانا ماليش سلطه ان انا اقفل وافتح واعمل الحاجات دي كلها. اجين ما تخليش مكر السيستم اللي الغرب عاملها عشان خاطر نقع مع بعض يفتن عن بعض، مش صحيح، واخد بالك؟ انت لو في الحياه الطبيعيه وجيتي وقلتي خدتي صورتي كده بصي وشغلتي الفيديو بتاعي قدام الناس عشان تقولي الناس انا موافقه مع كلامها، هيبقى ده عمل نبيل منك، انت بتحاولي تنشري حاجه كويسه، حاجه حلوه ايجابيه، واخد بالك؟ فده if anything ده معناه ان هي ممكن تكون بتحبني اصلا وعايزه تنشر لي حاجتي. فلما حتى ببص على عملت لها اد ومستنيها ترد على حاجتها، اوكي طلعت بتحبني. انا لسه حالا عامله لها الاد قبل ما اكلمكم عشان اقراه معاكم على التلقائيه. مي ممكن اضافه عايزه ابعت لك تعليقات انا بحبك قوي، الكلام ده كان في 2020 شهر 3 2020. مش فاهماك يا مي، يعني في كورونا ولا مرض حقيقي ولا لا؟ مش فاهمه. فكانت بتحاول تبعت لي انا يا جماعه كل الحاجات اللي حضراتكم بتبعتوها، والله 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 ما بعرف اقرا كلها لان هي ما شاء الله كميات كبيره، وفي نفس الوقت تليفوني بقدر اشوف عليه اخر 15 مسج بس، ساعات كتيره بفتح مسجات قديمه قوي اللي هي من 2016. بعد كده بدأت تبعت الشريحه بيل جيتس العلاج فهميني الشرح الارهاب الخوف البسيطه، كان واضح ان هي كانت فعلا عايزه تفهم ومشغوله، يعني ما فيش لو كانت شيرت حاجتي او لو كانت نزلت حاجتي فكانت بتحاول اكيد توضح حاجه كويسه، يعني دي ما كانتش بتعديني. وبرده 5G اتكلمي مي انت ايه برضو يعني سؤال عن حياتي الشخصيه، انت سبتي خطيبك ليه؟ ما حصل ما فيش نصيب عمري طبعا يا جماعه، لما اسيب ناس او الناس تسيبني، وارد جدا الناس اللي سبقاني يبقى ما فيش نصيب، ما ننفعش نتكلم على حاجه سيئه. هو الناس كلها خير والناس كلها كويسه، وكل حد اتعرفت بيه لسبب الزواج اكيد اذا اتعرفت بيه لسبب الزواج يبقى فيه خير كبير، بس احنا مش ده النصيب، النصيب في حته ثانيه. حساكي حزينه، سو واضح جدا ان هي حد كويس جدا، فالفيسبوك او اليوتيوب قفلها حاجتها لانه هي نزلت المحتوى. خليني ادي بقى النصيحه، تحط المحتوى ازاي لو عجبك. ده للناس المحترمه اللي بتحط المحتوى عشان خاطر محتوى عجبهم وعايزين يتكلموا عنه. ده اسمه
ان انت بتحط محتوى primary text او primary source. انت دلوقتي you're gonna be providing, هتقدم للناس للعامة عشان مصداقيتك وللسيستم دي, لان السيستم دي بتمشي بالنظام ده. هتقدم ان هو انا هعمل كوت للشخص الفلاني وهحط السورس الاساسي. هديك مثلا دلوقتي ماي عملت فيديو بتقول الخمرة حرام ولازم نصلي ولازم نقرأ القرآن. فدلوقتي الفيديو ده 45 دقيقة, ايمان نزلت الفيديو كله وبتقول اتفرجوا على ماي وهي بتقول كلام حلو, ده بالنسبة لهم سرقة. نعمل ايه بقى في الموقف اللي زي كده؟ لو هي مثلا عايزة تجيب ماي وهي بتقول الكلام ده بالذات, ان ماي كانت عملت حاجة وحشة وتابت, تطلع ايمان تتكلم لو حابة, او تطلع ايمان تحط تكتب حاجة, تحط presentation معينة من عملها هي. انا ايمان بحب الشغل ده, انا مبسوطة ان ماي تابت ومبسوطة ان هي قالت انه الخمرة حرام ولازم نقرأ قرآن ولازم نصلي. وتقدروا تلاقوا you can find this, تقدروا تلاقوا المحتوى ده الكلام اللي هي قالته في المحتوى الأساسي بتاعها, تمام, في العمل الأساسي بتاعها, في المصدر الأساسي primary اللي هو المصدر اللي طالع من بقها هي, وهي في الدقيقة 2 للدقيقة 3 من اللينك اللي محطوط تحت اللي هو يوصلها للفيديو الأساسي. أوكي, فهم يشوفوا الفيديو الأساسي كمصدر هيروحوا له, ده اسمه بحث بقى, هيروحوا للمصدر الأساسي وهيشوفوا من دقيقة 1 للدقيقة 2 كما يعني كما ايه كما as she mentioned الإيمان, زي ما إيمان قالت إنه من دقيقة 1 للدقيقة 2 مي بالفعل قالت الكلام ده كله. فهو هتبقى هي قدمت محتوى حلو عن فلان عن 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 الأحاديث بتيجي كده. for example أنا دلوقتي عايزة أقول الشيخ الشعراوي قال الأنفال معناها حاجة زيادة مثلا, فأنا هحكيها وهحكي اللي أنا فهمته وهحكي التحاليل اللي أنا حللتها, وهو قال كذا في الفيديو الفلاني, الفيديو هتلاقوه تحت بتاع الشعراوي نفسه, الكلام اللي هو قاله اللي أنا بقوله عن لسانه, كوت الشعراوي قال النحلة حلوة end quote. الفيديو هو أو تقدروا تشوفوا الفيديو اللي اسمه كذا مدته كذا والكلام ده اتقال من دقيقة كذا لكذا. اولا باخد مصداقية من الناس اكتر, اني مش بحرف كلام الشعراوي, انا بقول لكم هو قال كذا بأمارة ايه. زي في البرامج لما بيجيبوا المونتير بيعمل ايه في البرامج, اهم من اهم الناس اللي شغالة في البرامج المونتيرز. المونتير بيقعد دلوقتي بياخد محتوى معين في الاخبار, لما سي ان ان يا سيدي سي ان ان بتجيب لك اخبار بتقول ترامب قال كذا كذا, فبتطلع المذيعه تعلق على ترامب قاله وبعماره ايه, بعماره ان هم هيجيبوا الفيديو اللي ترامب صوره وهو في البيت الابيض وبيقول ان الكورونا مكرونة, تمام. فهي هتجيب الدقيقه دي للدقيقه دي وتحلل بمزاجها, ممكن تحليلها ده او بمزاج الناس اللي بتكتب وتديها اوامر, يعني ممكن تحليلها يكون صادق او مضلل, ولكن هي بتقول اهو السورس ايه, روحوا انتوا افهموا. في ناس بتاخد كلمتها امين وفي ناس زيي هتقول اوكي انت بتقولي ان ده كذا, هطلع اشوف ترامب قال ايه بقى وحقق انا بنفسي, او ما انا هفتح جلسه تحقيق عشان اشوف هو قال ايه فعلا عشان ما بقاش واخده معلومه منك انت. ده للناس اللي هي مثلا بتحب تنشر حاجة لطيفة عن حد. وانا كذا مرة مثلا بقول عمرو أديب قال كذا, فانا ممكن وانا بقول عمرو أديب قال كذا ويبقى في الحلقة الفلانية من الدقيقة الكذا الدقيقة الفلانية هو قال انه بايدن جاب السي اي اي المدير بتاعها 1 2 3 والكلام ده منشور, فيمن ننشره على الصفحة هتلاقوا الفيديو بتاعه منشور عشان ما بقاش انا بعمل داونلود لعمرو أديب وادخله في حاجتي واكتب. دي اسمها انه انا بسرق كده ايه شغله هو. انا بعمل كوت, انا كل اللي انا عايزاه ان انا استخدمه كمصدر او استخدم كتاب معين كمصدر. او سبحان الله احنا ممكن نكون نستخدم الكتاب الكريم يا جماعه سورة الانفال لو عايزين. انا دلوقتي هتكلم النهارده عن سورة الانفال واللي فهمته, لان انا امبارح بالليل قعدت حوالي 5 ساعات عشان افهم ولسه سو سورة الانفال في القرآن الكريم الآية الأولى بتعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الموضوع تم الموضوع بين ربنا والرسول وأنا بقى أحلل لكم. فأنتوا ممكن حضراتكم شفتوا أنا المصدر إيه, القرآن الآية الأولى بتقول كذا بس, فأنا بقول بناء على الآية دي أنا حللت كذا بناء على مصدر مختلف برضو شعراوي for example, صح. فأنت ممكن تطلع تشوف الآية دي فعلا وتقراها وتحلل من دماغك او تشوف مصادر اخرى وتيجي تقول لي والله يا ماي انا في مصادر مختلفه كمان اقري لفلان الفلاني. انت كده بتوفر لي مصدر عشان افهم. انا يعني لما بقول لكم انا عايز افهم ديني بلاقيكم كل واحد بيبعت لي مصادر مختلفه,
تمام. سو لما نيجي نتكلم عنها مش هو مقصقص الشراوي حطها في الفيديو بتاعي وهو كده، لا عشان دي هتبقى كده. سو ده اللي ممكن يكون الادوكيشن دي احنا محتاجينها، انه الاويرنس دي ان احنا نوجه بعض، الاعلام يوجهنا، التلفزيون يوجهنا، المسرح يوجهنا، الاخبار توجهنا، يا جماعه لو حابين تعملوا محتويات من غير ما تكونوا بتسرقوا حاجه حد، دي الستبس اللي ممكن تعملها عشان خاطر تكون بتتكلم عن حد عادي، لانه انا حتى حد فاتحه حاجتي بابليك، فانت وارد جدا ان انت عايز تتكلم على الناس، وذر انت عايز تنشر حاجه لطيفه عن مي عملتها او قالتها، ومصداقيتك ايه، مصداقيه ان الفيديو بتاعها اهو كله على بعضه، عشان برضو ما تكونش قاصص منه حاجة ولازق حاجة تانية. للناس اللي بتستخدم المحتوى عشان توجه، for example ماي خرسيتي قالت ان الخمرة حلال وطلعت بتقول البنات اقلعوا، بأمارة ايه؟ بأمارة فيديو فلاني هي كانت شاربة فيه خمرة وكانت عمالة تشتم فيه. اولا انا كنتش بشرب خمرة، ما بشربش خمرة خالص، هو انا باخد دواء كتير عشان النوم، فساعات حتى بالليل لما بكلمكم في القرآن ببقى هادية، واللبس السيء خلاص دي اللي متشافة. فهو ممكن يجيب نص فيديو عايز يوري الناس احذروا مي الخرسيتي، ودي حاجة حلوة، عايز يخلي الناس تحذر فتنة مي الخرسيتي، دي حاجة برضو عمل حلو مش حاجة وحشة ابدا. سو يا جماعة خلوا بالكم، واضح ان هي مش في كامل قواها العقلية دلوقتي، والبنت طلعت لبست زي سيء، والله اعلم ايه اللي هي ماسكاه في ايديها ده، لكن هي بتتكلم بطريقة بتوجه، ممكن تكون بتوجه بطريقة سيئة، وتقدروا تتفحصوا بنفسكم من الفيديو اللي مدته ساعة، من الدقيقة كذا لدقيقة كذا، ما يحطش مثلا الفيديو كله ويكتب فضيحة ماي خرسيتي وهي بتنام مع جمل، ما صحش، انا ده رمي محصنات وتاخد ذنوب وناخد حسنات، تمام؟ واخد بالك. الناس التالتة بقى اللي هي عايزة تسرق المحتوى كله وتنزله على صفحة زي فاسا كونيا، زي مطبخ صلاح الدين، زي ناس كتيرة بتنزل الحاجة وتعتبر نفسها ماي، وبتكلم الناس على اساس هي ماي، وتقول للبنات تعالى شغلكوا، وتاخد تبعت مسج للبنات، ده المفروض طبعا لو حصل كده ابعتوا لهم لمباحث الانترنت، لان هم كده بيرتكبوا جريمه واضحه وصريحه، وهم في كامل قوامهم العقليه وهم بيرتكبوا هذه الجريمه، خاصه لو بيتم استقطاب البنات من خلال هذه الصفحات. لما يقول لك اديني رقمك انت عايز تشتغلي ايه، تعالي نتقابل على اساس ان هو ماي خرسيتي، ده استقطاب وممكن بعد الشهر يقابلك يغتصبك، ساعتها هيبقى في جريمه، ساعتها النائب العام هيتدخل. طب قبل ما ندخل النائب العام بقى في المواضيع دي كلها، نوم احنا خلي بالك، انا قلتها مليون مره، انا حاولت ابلغ، الفيسبوك بيسيب الحاجات السيئه، انت هتتحققي من ان دي ماي خرسيتي ازاي؟ لازم اكون انا بكلمك يا صوت يا صوره، ما تبعتليش صورك ولا حاجه الكلام ده كله. فالناس دي بترتكب جريمه، ودي حساباتها هتلاقيها عند ربنا. عشان كده البنوته دي يعني اتضايقت مني، ان افتكرت ان انا اللي بشلت حاجتها، لا انا مش بشيل حاجتها، هو اليوتيوب لوحده اللي بيشيل، الفيسبوك ما بيشيلش، لان الفيسبوك بيحب الجدال. وقلت لكم قبل كده الناس اللي شغاله في ادارات الفيسبوك واليوتيوب طلعت وقالت، بعض منها يعني طلعت وقالت انه احنا بنحب الماده اللي فيها جدال بنزقها اكتر، فالفيسبوك سايب حقوق الملكيه بتاعه الفيسبوك، عشان كده مش بيقفلوا صفحه فاسكونيا ولا صفحه صلاح الدين، مهما الفيسبوك وراهم ان ده المحتوى الاساسي، ده بينزل نفس المحتوى. انتوا هتلاقوا صفحات كتيره بتنزل مي الخرسيتي وبيقولوا دي مي، او بتنزل اتفرج على فضيحه مي الخرسيتي وهي بتعمل سحر، وده كتير 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 حصل كده، وناس كتير قالتها لي. اي ريمبر في مصر ان واحد قال لي انا قريت التايتل والفيديوهات اللطيفه اللي كنت بعملها، قريت التايتل بيقول فضيحه مي الخرسيتي مع حاجه، او شاهد مي الخرسيتي وهي تمارس الجنس، فالتايتل بيقول كده، فبيفتح الفيديو بيلاقي ماي خرسيتي بتتكلم على العفه وروح اتجوزوا، هي كانت فتره بس الثلاث شهور اللي فاتوا اول ما جيت امريكا، واعتقد ان في حد فعلا حاول يتلاعب في موضوع السحر ويجندني لحاجات سيئه اللي اختليت فيها شويه ولبست بطريقه سيئه، لكن برضو كنت لسه برضو على نفس الكلام، ان انا على نفس الاهداف النبيله يعني، بس اسلوبي ما كانش لبق ابدا، وكنت بمثل مشاهد يعني بمثل مشهد ايه، انا سونيا سليم الرقاصه وهاجي اقول لكم الطريقه بطريقه الرقاصه، زي كده مسرحيه العيال كبرت، افهمها لك ازاي، افهمها لك بلغه الصيع، طب كذا. فانا حاولت امثل، انا يعني في لو خدتوا بالكم ساعات كتير بمثل ادوار معينه عشان اوصل الصوره، امثل دور الجاسوسه الروسيه عشان اوصل لكم ازاي بيتم ان هو استقطاب الناس على الفيسبوك والكلام ده كله، امثل صوره الدجاله، اوثر صوره كذا، فبعملها وانا قاعده مني بتغيير لساني، دي ماي طبيعيه اللي بكلم حضراتكم، دي ماي طبيعيه، ده ماي يعني لما بقول حضراتكم اتفضلوا مش عارفه ايه، ده دي ماي العاديه.
معظم الحاجات اللي بقدمها، وزمان لما كنت بقدم حاجة 5 دقايق بتبقى أول مثل أول دقيقة مشهد تمثيلي، ممكن أكون داخلة لابسة عباية صعيدي اللي هي بتاعت الجيبسي دي، وأعمل بالسجات وأعمل مشهد سكتش بس أنا بحكيه، عشان يقول إن الموسيقى بتتم ساعات إنتاج موسيقى معينة وحصل التجارب عليها، واخد بالك، عشان خاطر تعمل غسيل العقل، غسيل عقول وانتبهوا. فلازم اعمل مشهد عشان اشد، لانه واضح ان احنا لازم دايما نتكلم بنفس المستوى الماس اللي هو الحرب. لما يكون في حرب وسلاح معين استخدم نفس السلاح، ما ينفعش تستخدم سلاح اقل منه، فده اللي انا بحاول استخدمه. فخلال الفترة دي ما حدش فاهم قوي كده، واللي قالوا لي كتير اللي بيحبوني قالوا لي ابعدي بقى وما تتكلميش عشان انت بتتهاني او بتشتمي ساعات، which is okay it's fine. انا حتى بتشتم وانا بقول كلام كويس، بتشتم وانا بقرا القران الكريم، بتشتم وانا بتوب، بتشتم وانا بعمل حاجات حلوه، ده طبيعي. النبي عليه الصلاه والسلام لغايه دلوقتي بيتشتم، الحقد هيفضل مجهود، لكن اكتر منه، لان احنا مصريين في المطلق ادوم انا مش بامن ان الشعب المصري شعب حقود. الشعب المصري اطيب شعب ربنا خلقه، وانضف شعب ربنا خلقه، واجدع شعب ربنا خلقه، وجند الله على الارض. المعنى الحقيقي لجند الله على الارض في جيشه وفي الناس. جند الله على الارض، احنا كل طول الوقت بنفتكر خد منها جن، يعني خير الجنود على الارض جند الجيش المصري، ده حقيقي. وبرضو المعنى الاخر اللي بعض العلماء برضو حاولوا يحللوه، وانا موافقه معاهم في هذا التحليل، انه الشعب نفسه من جنود الارض، لان الشعب بيحب البلد، ومحدش مهما شتمنا فيها ساعات لو حد حاول يعك بناكله بنشفطه كده. That's why القاهره كانت ليه بيسموها القاهره، ان هي مقبره الغزاة. اي حد بيحاول يقتحم مصر ويقعد يعسكر فيها، فاكرين انتوا ايام الحملات الفرنسيه والانجليزيه والكلام ده كله، ما عرفوش، ما قدروش يقعدوا، فبيقتحمونا ازاي؟ لان هم لما جابوا رجالتهم عشان يقتحمونا ما نجحوش، فبيقتحمونا من افكارنا ومن مشاكلنا اللي على السوشيال ميديا والكلام ده كله. ومش فاحنا لازم نشارك كلنا بعض، ان احنا نتعاون ونتكاتف، ونكون مدركين اولا خطوات الشيطان اللي هي هتفرق بيننا، زي ما فرقت بين سيدنا يوسف واخواته. وفي الاخر لما رجعوا له مصر بالآية عبرت، يعني معناها انه نزع الشيطان، ربنا نزع بقى ايه الشيطان اللي كان بينهم، صح؟ لان هم كانوا بيغيروا منه عشان ابوه بيحبه زيادة عن اللزوم فنظرهم، يعني واخد بالك. فكان في السيبريشن دي، فكل واحد كان في حته، وهم شافوا ايام سيئة، وهو ربنا رفع من شأنه وبقى العزيز، فبعد وتسامح وشال الشيطان من نفسهم. فانا ده اللي انا حابه اوصل بيه لاولاد بلدي، ان احنا نكون مفيش شيطان بيحركنا كلنا. That's why أنا سعيدة أن أنا وقفت، وسعيدة أن أنتوا الجدال جاب أن أنا أخد بالي أن إيمان كانت واحدة بتحبني، ولو كانت نشرت حاجتي يبقى أكيد كانت نشرت حاجة كويسة، وصفحتها اتقفلت بعد الشر، يعني الـ مش صفحتها، قناتها على اليوتيوب اتقفلت. هي فاكرة أن أنا اللي عملته، وأنا والله لا أعرف أي حاجة ولا بشوف أي حاجة، وهو أوتوماتيك ريسات أب معمول لوحده كده. وأنا حابة دلوقتي أن أنا أحاول أساعدها تحط محتوى مفيد، اكيد واحده زيها هتبقى عايزه تحط محتوى مفيد، وارجع لها قناتها مع ازاي دي حاجات بقى لوجيستكس كده في التكنولوجي، ممكن الناس تساعدنا فيها بتاع الحاجات دي. لكن انا ما بقاش بايدي بقى في الصفحات وبعمل صفحات، ببقى نايمه وهي اليوتيوب لوحده، حد رفع حاجتك بيقفلوه مش انا. الفيسبوك لا بيسيبوه، فخلوا بالكم لو انتوا نيتكم طاهره ونظيفه وحلوه، ان احنا spread a good message، او ان احنا ننشر حاجات دي شخصية عامة ولا شخصية مؤثرة ايا كان انتوا حطيتوا فيها ايه. انا بالنسبة لنفسي عبد فقير ضعيف بيحاول، ومحتاج محتاجين لبعض. ولولا اجين لولا حضراتكم ما كنتش رجعت تاني للطريق الصح الاصح، لان انا حاسة انها دلوقتي في طريق انضف وارقى من اي مرة في عمري، والله والله ما هكون حصلت بسببكم، لان اهلي ساعتها ما عرفوش ياثروا عليا. اللي اثر عليا كلمه مالها مي، كنت بحبها، ايه اللي حصل؟ مالها مي دي كانت قدوتي، ايه اللي حصل؟ فانتوا السبب لو انا رجعت لطريق ربنا. فمستحيل بقى ايه ارجع لطريق ربنا مع نفسي كده واتبسط بيه، لا لازم ناخد نبقى مع بعض، نشد بايد بعض، تمام؟ ونبعد الشيطان واحزابه. وخلي بالك حزب الشيطان، ربنا وصفه حزب الشيطان او الناس اللي بتاخد الشيطان ولي ليها، بيعملوا وانا بوضحها كتير، بيعملوا تقدم عالي جدا جدا وتقنيات عاليه جدا في التكنولوجيات والكلام ده كله، عشان نوصل الجدال يوصل لكده. عشان لو احنا في ايام النبي الرسول عليه الصلاه والسلام، ولو مثلا لسه بعد الشر في الموقف، خلينا نتخيل النبي عليه الصلاه والسلام هو ماشي لقى واحد جاي شتمه، او واحد جاي اتهمه بحاجه، او واحد جاي حس ان النبي بعد الشر، ما هو كان لسه كفره،
ان هو بيضحك عليهم والكلام ده كله. وقف زعق لهم، زعق له ولا كذا، الصحابه هيتدخلوا، ازاي تتكلم على نبينا كده، ازاي تعمل كذا. فالرسول واكشي حصلت، ودي من احدى الاحاديث اللي بنقراها، الاحاديث بنقراها عشان نتعلم حاجه مهمه. فانت عشان تتحقق من صحه الحديث طبعا بعد ما تعمل ابحاث كتيره، استفتي قلبك، بمعنى انه هل الحديث ده لو طبقته في حياتي هيبقى هيدخلني في دايركشن حلو؟ زي ما انا دلوقتي مقتنع جدا انه ده اكيد كان صحيح، مش عارفه ايه كان، مش عارفه الصيغه الصحيحه، لكن اديكم المعنى انه ما توقفوش عند الجدال. الصحابه جادلوا وعملوا، قعدوا يتخانقوا مع الراجل مثلا، ولا جادلوا، ولا خدوا وده، ولا قعدوا يدافعوا. فده اولا الشيطان شد انتباههم، خسروا انتباه، خسروا مجهود، ممكن يكون خسروا القضية الأساسية، عشان مش هيفهموا بعض، عشان بيبقى فيه ده بيدافع وده بيدافع وده بيدافع، أنا بحب مي فهدافع، ازاي تقولي عليها كده، لا أنا بكره مي تستاهل، ازاي تقولي عليها كده. ويبقى فيه ناس عمالة تدافع مع بعض، عشان بني آدم عبد ضعيف، كائن جاي من طين وهيرجع للطين. فالنبي عليه الصلاة والسلام برضو قال للمسلمين، للمؤمنين خاصة، انا يعني في مسلم ومؤمن وفي درجات من الايمان، واتمنى ان احنا نعرف انا في رحله ان انا اقوي في الايمان حقيقي يعني. اللهم قوي ايمانك. انا بدي وصاهم انه لا للجدال، ما تقفوش عند حاجه وتجادلوا. لو واحد شتمني الله يسامحه، لكن واحده دعت عليا فخلتني اقول لا، هي مش بتشتم، هي مش عايزه تهني، هي زعلانه مني، هل انا اذيتها بحاجه في حياتي الشخصية؟ أنا عارفة أنا عملت إيه، هل أنا أذيتها في حاجة من الفيديوهات اللي قدمتها؟ هل بعد الشر بنتها على حجابها بسببي؟ هل جوزها طلقها بسببي؟ هل سببت أي نوع من أنواع الفتنة في أي وقت من الأوقات اتفهمت فيه غلط أو قدمت حاجة فيها غلط؟ فأنا لازم أقف وديها اهتمامي، وديها اعتذاري إنه سببت لها مشكلة، حتى لو هي اللي عملت مشكلة وهي مش مدركة. لكن هي اللي تعتبر، لو هنترجمها بالمصري بالطريقة زي ما انت سرقتي حاجتها، لا هي مش مدركة ان هي كانت سرقت حاجتي، هي فاكرة ان هي بس نزلت الحاجة، لان هي وارد قوي ان هي تكون حابة حاجة اللي هي نزلتها من كلامها اللي هي بعتهولي. بما ان اذا احنا انا شغالة وكين نيابة، بما ان هي بعتلي كلام حلو وانت ازاي حزينة وانت ليه مالك، طب وفهميني، يبقى اذا هي اكيد حطت، وبما ان هي مجروحة مني وابتدي عليا في صلاتها، يعني واحده منتظمه في الصلاه، اذا هي اكيد كانت حاطه محتوى كويس، ولغايه دلوقتي هي بحلل لسه ما ردتش عليا، اكيد المحتوى اللي كانت حاطته كان كويس، مش كرها في مي، بس افتكرت ان مي قفلت لها قناتها. حتى الناس كانت بتقول لها هي مي سلطتها ايه عشان تقفل حاجه؟ يا باشا انا سلطه ايه ونيله مين، وانا عارفه اتحكم في امعائي. فدمتم بخير وسلام وحب يا جماعه، لا للجدال، ترقبوا مش ترقبوا، راقبوا خطوات الشيطان ومكر الشيطان وبيجي ازاي واستراتيجيات الشيطان، خاصة الناس اللي هي الحمد لله بدأت نقرأ قرآن ونحلل ونتوب وان دخلنا الرحلة النظيفة النقية جدا دي. فهيجينا في المنام، هيجينا في المنام، لسه حكي لصديق انه جالي كابوس، بس انا مش هخلي الشيطان يضحك عشان احكي عن الكابوس، لا هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الضعيف اللي كيده ضعيف ملقاش مكان ولا وقت ان هو يحاول يفتني عشان يبعدني عن الرحله النظيفه اللي انا فيها، فجالي وانا نايمه في ضعفي. فربي لما صحيت الهمني انه ده الشيطان بيحاول يجيب لك كابوس، لان الكوابيس هتبقى من الشيطان. فيا رب بدعيها. هو يا جماعه بكتب، انا من احد الحاجات اللي كنت كاتباها ان انا نفسي اشوف النبي في المنام يعني. ادعوا لي بيها. لو حد انا مزعلاه، لو حد اثرت عليه باي حاجه سلبيه قولوا لي عشان اوجهها بسرعه اول باول، منها ان انا بطهر نفسي، ومنها ان احنا بنوضح ازاي نعالج المشكله دي عشان ما يبقاش في جدال وعلى الفاضي او نتفشخر. بص ده رد فعلها محترم قوي، ده ما دي جامده، انا مش عايزه دي برضو، انا بستخدم ده كمثال ان احنا نتسامح بسرعه ونحسن الظن الاول. الراجل ده جاي عند بيتي، ما يمكن مش حرامي، ما يمكن كان جاي، لا بلاش دي واسعه عشان ممكن تاذي نفسك، خليها انا يمكن الراجل ده كان جاي يخدمني في حاجه قبل، لو راجل، لو انت راجل، البنت لازم تحذر، البنت ما فكك من جو البيت والجو ده، البنت شفتي حاجه مخيفه، لا دي حاجه ثالثه، ما تبقيش زي انا مختلف، انا ليا تدريبات تانية. انت حاجه واحد جاي راح ناحيتك فيه حاجه احتمال تبقى سيئه، سترايك البنت، سترايك، بصلك نظرة انت مرتحتيش، سترايك، هيقرب منك بطريقة مش هلق، سترايك، اهجمي، خيله مش عارفة ايه الوسيلة للدفاع، الهجوم، اهجمي،
بي اون توب اوف ات، خليكي فايقه قويه دايما. عشان كده بقول لكم انا مش بشرب، عمري ما بشرب ولا بحب اشرب. لما بيجي لي حاله النعاس بالليل باخد البنادرول اللي هو حبوب الحساسيه اللي بتخليني اعمل دي كده، فبيجي لي هدوء وسكينه، فبتكلم ببطء ولساني بيبقى بطيء. وده بيحصل بالفعل لما انا بقرا معاكم قران الفجر بالليل. عندي دلوقتي انا رايحه اتمرن فعندي طاقه ما شاء الله قوه. بالليل بقى ببقى هاديه فبتكلم بتقل لسان، لانه ببقى واخده الحبوب اللي بتخليني اهدى شويه وتقلل من الحساسيه الشم دي، وبتخلي الواحد يبدا يدخل الى مراحل النوم. ودي حبوب مفروض على اسمها on the shelf، يعني مش محتاجه اروح لصيدليه دكتور يكتبها، دي مصرح. وبرضو انا بتشكك فيها، فاتمنى ان ربنا يرزقني بالنوم الطبيعي. اعتقد ان ده هيبقى بعد الزواج، مش بسبب قله الادب، لانه هيبقى الانسان دايما محتاج السكينه والرحمه من الزوج والحاجات دي. تمام، فنلتمس الاعذار، ما ندخلش في جدال، نحقق شويه. احنا بنحب عندنا حب استطلاع في كل حاجه، طب وي مايت از ويل كل واحد يبقى وكيل نيابه نفسه كده ويحقق في الحاجه السيئه عشان خاطر يطلع منها حاجه لطيفه، ويبقى حاكم بالعدل على الارض. القاضي مش المستشار بس اللي بيطلع في المحكمه، لا، ربنا ادانا الى حد ما كلنا الابيليتي ان انا اكون انا قاضي في السيتويشن دي. هل انا احكم على نفسي بالظلم واكمل؟ ها، لكن ظلمت نفسي صح؟ لا لا لا، انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يعني ربنا ظلمت نفسي يا فاهم، فظلمت نفسي فانا حكمت على نفسي بالظلم، ولا ايه؟ هحكم على نفسي بالنور اني لا اعالج مشكله معينه. فكل كل يوم احنا بناخد حكم، كل يوم بناخد ديسيجن، ديسيجن يعني حكم، والحكم ده بيتم في الفرونتال لوب بتاعنا، في عقلنا الحاضر اللي هي الناصيه، اللي بندعي دايما يا ربي ناصيتي بيدك وجهها صحيح، وبنحط راسنا على الارض للخالق، نوري له قد ايه احنا بنحاول نتذلل للخالق. وديها متعه، لاني بقالي شهرين مش عارفه اسجد، فيا بخت كل من سجد، يا بخت كل من بينط على الارض كده ساجدا. وبنشوفها في ماتش الكوره، يعني حتى الكوره اللي انا يعني الى حد ما فتنتنا، بس برضو بنشوف فيها مواقف انه في سجود. ربنا بيحط لنا حاجات كويسه في كل حته، حتى هوليوود اللي عايز يفتننا لما بيجيبوا المسلمين الارهابيين بيجيبوا البلد بتاعتهم، بيجيبوا مشهد الاذان، دايما بيجيبوا مشهد الاذان وصوته حلو ووقت غروب، فهم بيتعموا وبيتقدموا برضو الحاجه الكويسه. وفي واحد امريكاني فعلا اسلم لما سمع الاذان وتعرف على والدي، ساعتها بابا قال لي هو معايا في الجامعه، يعني طلع معايا في الجامعه، اللي هو في واحد اسلم، خدي انت بقى علميه اركان الاسلام وعرفيه بحد من الشباب المسلمين اللي في الجامعه، عشان مصدر جنب مصدر جنب مصدر. ده اسلم ازاي؟ لما سمع الاذان، سبحان الله. يا دمتم في حب يا جماعه، انا مش هسمح للشيطان يدخل بيني وبين ولاد بلدي، ومش هسمح لاحزاب الشياطين يدخلوا بيني وبين ولاد بلدي، بالذات اني شفتهم وجها لوجه من البشر اللي فعلا بيعبد الشيطان وبيحرك العالم الى حد ما، مش هسمح بيها. هنقف وهنتفاهم وهنتصالح وهنداوي بعض. لو شفتوا حاجه زي كده وانتم من الناس اللي بتحبني حابين تتحققوا منها بنيه انا عايزه اخد ثواب واصلح النفوس، لكن ما تضيعش وقتك تقرا حاجات ملهاش لازمه، تجادل في حاجات ملهاش لازمه، او من حبك في حد تعمل معصيه انك تشتم الشخص ده. انا بحب ما يفهشتمها، ما تاخدش معصيه عشاني، بالعكس لو هتستغل الموقف خده لان انت تجذب لنفسك حسنات. فدايما احكم على السيتويشن قبل ما تتسرع وترد. كل اللي ردوا رد كان قاسي على البنوته حبا فيا، انا مقدره الحب ده، بس يا عيني احنا ما كناش متحققين هي ايه الخسائر اللي ممكن تكون حصلت لها. ممكن تكون هي عندها امل القناه دي تعمل لها ربح مادي، ممكن تكون بيتها كله واقف على القناه دي اصلا. يعني انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش تفاصيل انا عارفه ان فيسبوك اليوتيوب اصلا مش هيدفع، هي عارفه ان هي بس زعلانه على القناه لان كان فيها حاجاتها وحاسه بتر، او لو حتى دفع ممكن لو 100 دولار في الشهر اصلا تكون بالنسبه لها حاجه كبيره، بالنسبه لي دلوقتي حاجه كبيره. خلي بالك يعني ما يغركش ان انا مش بتكلم عن الماده، لان انا مش حابه اتكلم عن الماده، لانه الماده دلوقتي في ايد الله، هو اللي معاه الخزانه كلها، هو اللي بيرزق. سو وحصلت لي في التجارب ولسه بحكيها لماما، يا ماما فاكره لما انا كنت في مصر وبحاول اجيب حاجاتكم واحاول اجاهد كده ان انا اجيب حاجات اهلي والكلام ده كله، ربنا رزقني مطعم بربع مليون دولار هنا، يا ماما فاكره ان انا لما سبت الشغلانه دي عشان خاطر طول عمري كان عندي البيزنس بتاعي، بس بعديها لما جيت اشتغلت بقى لما الدنيا فلوسنا في المحاكم،
كانوا في سرقه فيها وانا مش هحط ايدي في حاجه حرام. يا ماما فاكره لما بعدت عن المجال ده عشان خاطر كان في ناس بتقول لي اسهري واشربي واعملي، انا ربنا اختبرني حط لي اللي هو ايه، هتاخدي ماده وهتاخدي حاجه كبيره بمعصيه ولا هتترفعي وهتتبهدلي وهتقعدي يا دوب هتدفعي ايجارك والله اعلم الشهر الجاي هتعملي ايه، وهل هتتعففي وهتباني انه انا عادي يا جماعه احنا زي الفل. انا بحكي لكم الحدوته دي عشان تبقوا عارفين انه عادي في ناس بتمر بظروف، مش عشان طلبا لحاجه، بالعكس لازم الواحد يكون عنده عفه، عفه كده ما يطلبش حاجه ويعمل اللي عليه، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، اعمل اللي عليه وتوكلت على الله تاني يوم بس هلاقي رزق، تاني يوم بس هلاقي رزق. حصلت معايا so many times، اتبدلت الامتحان، نجحت الامتحان وخدت مطعم، نجحت الامتحان وخدت مذيعه، نجحت الامتحان وخدت ان انا اشتغلت تاني، نجحت الامتحان وبقى ليا الحمد لله مكانه لطيفه مرموقه بين ناس محترمه في الدوله، نجحت الامتحان واللي هنا اللي انا فيه ده واللي هو انا مش هاخد سلطه امريكا وهاخد الكلام ده كله وهقرب لديني، ان انا دلوقتي عندي القدره اني اقعد بعد كل ده في عز ما الناس بتجري عشان خاطر تعرف تعيش، وفي عز ما انا برضو مفروض هنكون شغالة 24 ساعة في 24 ساعة عشان بدل مثلا ما اقبض $1000 في الشهر ممكن اقبض 20. طب ما انا الالفاية دي مكفياني بس مدياني الوقت اني اقعد معاكو، وده العمل الاساسي اللي انا مخلوق عشانه، وان انا ايه اقرف ديني بقى. ال20,000 مش هتخليني اقعد معاكو، مش هتخليني اعرف اقرف ديني، والموت في اي لحظة، يبقى انه من المنطق احسن. والله طول ما انا مستورة قوت يومي موجود بزيادة واربع حيطان بزيادة، يبقى انا مقصرة جدا في الاستغفار يعني. فمهما عملنا مش هنقول ربنا شكرا على الستر اللي هو مديهن، هو مدينا كلنا بلا استثناء زيادة عن اللزوم احنا مش مدركينها. ف if you really notice كل مصيبة عندنا نعمة، نعم انا سعيده ان فلوسنا في مصر في المحاكم، سعيده ان اهلي تعبوا وقلبي موجوع على ابويا وامي، على الاقل الواحد حس ان هو هدفي ابويا وامي مش هقدر اشوف، وسعيده ان انا مريت بحاجات سيئه وعيني قابلت ناس غريبه وطلعت عن الصراط المستقيم وفجاه ولاد بلدي رجعوني، معنى كده ان 5 سنين اللي حطيتها فيهم معاهم وليهم ليهم تمن نبيل، لولاكوا سبحان الله ربنا سخركم ليا كجنود من عنده عشان يرجعوني للطريقه دي. والله والله لولا ان انا كنت ساعتها ما كنتش بسمع حتى اهلي، فلولاك وانا ما كنتش هبقى في مكان حلو. فواجب عليا ان انا اقف اتكلم كل حد فيكم كده او ايه او مبيسره راسه وما تيجي نيجي ونجيب مليجي just kidding and then just do the right thing. كلنا عندنا ناصيه نوجهها لله ونتوكل على الله كده ايه، ونقفل صفحات الجدال ونكبر بخاطر بعض، واللي عمل حاجة سيئة باب التوبة موجودة سريعة جدا، انت بتاع فسكوني وبتاع مطبخ صلاح الدين سرقته الحاجة وكلمته بنات كذبا عادي توب، انا مسامحة اصلا والبنات دي لازم هما يسامحوكوا برضو، ولو ما توبتش ممكن بعد الشر يبقى فيه سجن وهتوب فيه برضو، المهم في الاول وفي الاخر الحق توب عشان حساب ربك اقوى من حساب اليوتيوب واقوى من حساب امن الدوله واقوى من حساب امن دوله امريكا واقوى من حساب سجن جواتمولو، حساب ربك اعظم اعظم. توددوا للكبير مش تتوددوا للمدير بتاعك، تودد للكبير الخالق. اي لاف يو جايز، يلا سلام.